في هذا التقرير هي وفق مصادر المعارضة السورية. العاصمة السورية دمشق تحركت في 15 من آذار الماضي بمظاهرة الحميدية، ولكن ما حصل بعد ذلك كان في درعا هذه المحافظة الجنوبية بعد اعتقال الأطفال. الشرارة الحاسمة كانت مع تظاهرات الجامع العمري. تقول المعارضة إن قتل محافظة درعا ويسمونها أم الثورة خلال عام يبلغ 1016 قتيل. أول من تحرك بوضوح مع درعا كانت بانياس، هذه المدينة الصغيرة الساحلية برزت منها حادثة البيضة الشهيرة وأيضا اعتقال فاختفى أحد أبرز منظمي التظاهرات هناك أنس الشغري. ليس بغريب القول إن حمص أيضا من أوائل المشاركين في هذه الانتفاضة. أحداث كثيرة خلال عام، من اعتصام الساعة وصولا إلى قصف بابا عمر، وأيضا من الرستن التابعة لحمص كان أول ضابط منشق وهو عبد الرزاق طلاس قائد كتيبة الفاروق. حمص هي المدينة التي لم تهدأ، ولهذا ربما بلغ عدد قتلاها 3531. إلى حماة الآن التي دخلت على خط التظاهر في الشهر السادس من العام الماضي، ولكنها قدمت مظاهرات حشدت مئات الآلاف لتضيف مشهدا لم يكن مألوفا. عدد قتلى هذه المدينة خلال العام وصل إلى 1227. استطاعت حماة أن تحشد بالمشاركة مع دير الزور أكبر مدن الشرق السوري أكثر من 1,000,000 متظاهر في الشهر السابع من العام الماضي، وإضافة إلى ما قدمته دير الزور في نطاق المظاهرات هي الأخرى تعرضت لحملة اعتقالات من أبرزها اعتقال نواف البشير شيخ عشيرة البجارة. عدد القتلى هناك بلغ 329. في شمال السوري ألقى مشلي ذات الغالبية الكردية فقدت مشعل تمو أحد أبرز قادة المعارضة الكردية والسورية سواء في عمليات اغتيال. نأتي الآن إلى إدلب التي هي الأخرى لا يخفى زخم مشاركتها، منها المقدم حسين هرموش مؤسس لواء الضباط الأحرار، وأيضا منها رياض الأسعد قائد الجيش السوري الحر. وفي هذه المحافظة بلدة كفرنبل أو عاصمة الثورة الثقافية، جسر الشغور فيها أيضا كانت تحت العناوين الرئيسية، وانتهى الأمر بنزوح الآلاف من أهلها لتركيا. بالمحصلة وصل عدد قتلى إدلب بحسب المعارضة إلى 1329. نعود إلى الساحل السوري إلى اللاذقية، مسقط رأس الرئيس السوري أيضا هي الأخرى احتلت الصدارة في الأخبار عند قصف مخيم الرمل الفلسطيني على سواحلها. عدد قتلاها وصل إلى 381. نعود لنختم من دمشق لتكون الخريطة كالتالي. ريف دمشق منتفض منذ الأيام الأولى لهذه الانتفاضة، الميدان في قلبها حمل راية التظاهرات كفرسوس أيضا من المناطق التي لم تهدأ، وكذلك منطقة برزة ومؤخرا المزة. قتلى دمشق وريفها وصل إلى 1078.